تتواصل المعارك الدائرة في محيط مدينة ميدي بين قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي من جهة وميليشيا الانقلابيين من جهة أخرى وسط تقدم لقوات الجيش الوطني. المواجهات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من الميليشيا وجرح آخرين وفق ما أكده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة. بدوره استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات معسكرا تدريبيا للميليشيا في مزارع الجر بمديرية عبس، ولم تعرف الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. وفي حرض استهدف التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني اجتماعا لقيادات ميدانية للميليشيا، كما طالت الضربات الجوية تجمعات ومخزن أسلحة وآليات عسكرية في ذات المنطقة. اشتداد المواجهات في ميدي دفع الميليشيا إلى إرسال تعزيزات للمدينة على نحو يؤشر بحجم الخسائر التي منيت بها الميليشيا هناك.